خلينا دايما كده نطير لمراسلنا دايما وعودناكم زميلنا شريف عادل المتألق دايما والمتميز في الإسماعيلية، بيتابع كل الكواليس وأخبار معسكر فريق مصر المقصة، وطبعا لأننا في تايم لايف بنتابع كل كبيرة وصغيرة عن كل الفرق وكل الألعاب، هنكون معاكم كل يوم وكواليس نادي من الأندية. النهارده معانا نادي مصر المقصة من الفرق الكبيرة في الدوري الممتاز، وأكيد بيستعد على قدم وساق لمباراة كأس مصر أمام نادي الزمالك المقرر لها الأربعاء المقبل، وأيضا استعداد لبداية مشوار الدوري العام. شريف في البداية برحب بيك على تايم لايف. تحياتي ليك الزميل العزيز فتح الله زيدان. يمكن متواجدين داخل معسكر فريق مصر المقصة، المعسكر اللي بدأ بس من 3 ساعات كان في تمام الساعة 1 ظهرا، كان وصول فريق مصر المقصة لمحافظة الإسماعيلية لإقامة معسكر مغلق استعدادا أكيد للمباراة القوية والمرتقبة أمام نادي الزمالك. يمكن نادي مصر المقصة هيستمر في معسكره في إسماعيلية ويخوض عدد من المباريات الودية أمام فريق المريخ البورسعيدي وأمام نادي القناة طبعا أندية القسم الثاني، ومباراة قوية أمام النادي المصري. يمكن مصر للمقصة آخر الأخبار الخاصة به كانت أيضا منذ ساعات قليلة وبالتحديد في صباح اليوم بالإعلان رسميا عن استعارة عمرو مرعي مهاجم فريق بيراميدز وانضمامه لفريق المقصة. يمكن عمرو مرعي كان على فترات كتيرة جدا في الأيام الماضية كان قريب من الانضمام لنادي الزمالك، ولكن في النهاية ينضم لفريق المقصة بشكل رسمي لمدة موسم على سبيل الإعارة. المقصة بيستعد بشكل مكثف جدا من خلال مجموعة من المباريات الودية اللي خاضها في الفترة الماضية، عندهم طموح بالتأكيد في بطولة كأس مصر والفوز بيها. جدول التدريب الخاص بفريق مصر المقصة في معسكره بالإسماعيلية هيبدأ النهاردة، ولكن مش من خلال تدريب بقى، من خلال مباراة ودية أولى أمام فريق المريخ البورسعيدي هتقام بعد 2:30 من الآن. معانا الكابتن أحمد حسام مدرب فريق مصر المقصة اللي أكيد بنرحب بيه في محافظة إسماعيلية في البداية، ونقول لك بداية معسكر موفق إن شاء الله يا كابتن أحمد. تحياتي ليك يا شريف ولأسرة البرنامج وكل سنة وأنتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى. طبعا زي ما انت قلت النهارده يمكن اول يوم لينا في معسكر اسماعيليه، وبنبدا بمباراه المريخ، ثم بعد كده هتبقى في مباراه ثانيه يوم الاحد ان شاء الله مع القناه، وهنختتم مباراتنا الوديه اللي هي هتكون اخر مباراه قبل مباراه نادي الزمالك في الكاس ان شاء الله قدام النادي المصري. دي هتبقى المباراه الاخرانيه بالنسبه لنا في المباريات الوديه. يعني يمكن الخبر اللي اعلن يا كابتن احمد منذ ساعات قليله انضمام عمرو مرعي بشكل رسمي لصفوف فريق مصر المقصه لمده موسم على سبيل الاعاره، تقييمك ايه بشكل عام للصفقات وللصفقه الاخيره الخاصه بعمرو مرعي؟ والله يعني يمكن هنتكلم عن عمرو طبعا الاول، انا شايف ان هو اضافه قويه جدا بالنسبه لنا، زي ما انت قلت كان يعني كان بنسبه كبيره كان هيتجه لنادي الزمالك، احنا قدرنا ان احنا نحسم الموضوع بتاعه امبارح. بس عمرو طبعا مهاجم المهاجمين الكبار، يعني لعب في حتت كتيره وعنده خبرات كبيره، وانا شايف ان هو هيبقى اضافه قويه لينا وهيساعدنا بشكل كويس. بالاضافه طبعا طالما اتكلمنا على عمرو فهنتكلم على الخط الهجوم، في معانا صلاح امين طبعا مهاجم كبير وعنده خبرات كبيره ولعب في انديه كتيره، في كمان معانا موزيس اللي هو مهاجم حرس الحدود. الثلاثة أنا شايف إن هم هيمثلوا إضافة قوية جدا، وهيبقى في منافسة قوية جدا بينهم وبين بعض، يعني مين اللي هيلعب فيهم لسه طبعا منافسة هتبقى قوية. كابتن احمد يعني بسال حضرتك وبخبراتك، يعني جون انطوي كان في الحته اللي قدام دي كان بيأدي بشكل متميز مع فريق مصر المقصه، عندكم نوع من التخوف ولا شايف ان الصفقات الجديده قادره على تعويض رحيل جون انطوي؟ طبعا جون مهاجم كبير، طبعا مهاجم كبير ويعني لعيب كبير، ولكن انا شايف ان الثلاث مهاجمين اللي احنا جبناهم هيقدروا ان شاء الله ان هم يعوضوا رحيل جون، والمنافسه هتبقى قويه، وانا شايف ان الثلاثه يقدروا ان شاء الله ان هم يبقوا موجودين. يعني انت عندك موسم طويل، فكون ان انت يبقى عندك بدايل في كل مكان فدي حاجه كويسه. الصفقات الجديده بشكل عام بقى كابتن بعيدا عن الخط الامامي، يعني في طبعا عندنا خالد اوتشو ده من منتخب اوغندا بيلعب في نص الملعب،
حاجه هيكون حاجه مفاجاه. موجود في كاس الامم لعب مع منتخب اوغندا في كاس الامم وهيكون مفاجاه كبيره ان شاء الله في الدوري الممتاز باذن الله. يمكن ميدو كان متابعه بشكل كبير وصمم ان هو يكون موجود وان شاء الله تشوفوا حاجه كويسه يعني. ده بالنسبه لخالد اوتشو. في عندنا احمد صبيحه، ده مساك من نادي النصر، هو تحت السن ولكن موجود معانا برضو. وفي طبعا محمد ابراهيم، مش عايزين ننساه طبعا، محمد لعيب كبير واضافه قويه جدا بالنسبه لنا في الخط الهجومي برضو، او اللي هو تحت الفرود. كل دي اضافات قويه بالنسبه لنا مع اللعيبه اللي موجوده. انا شايف ان احنا هنقدر نعمل حاجه السنه دي ان شاء الله ونحقق حاجه كويسه لنادي المقصه يعني. اندمج سريعا محمد ابراهيم في مصر المقصه جدا جدا، لان محمد لعيب كبير واحنا عندنا لعيبه كبار، فدخل على طول يعني. عايز اقول لك ان احنا كنا في معسكر اسكندريه، هو جالنا على هناك يعني حوالي 3 4 ايام وشارك معانا في مباراه الرجاء الوديه واحرز هدف، دخل على طول يعني. منظومة مصر المقاصة يا كابتن أحمد وأنت موجود فيها من فترة، يعني شايف إيه فيها مختلف عن أندية تانية؟ والله بص، إحنا يعني أهم ميزة بتميزنا الهدوء يعني. يمكن اللي هو محمد عبد السلام الراجل رئيس النادي راجل هادي جدا وراجل بيسيب لكل واحد مساحته في الشغل، فيعني وأنا شايف إن ميدو كمان جاي عنده طموح كبير وعنده حاجات كبيرة عايز يحققها. يعني هي الميزه اللي بتميز مصر المقاصه الهدوء يعني. المدير الفني اللي بيجي بيشتغل في جو من الهدوء، بيقدر يساعده ان هو يركز ويحقق اللي هو عايزه. تقييمك لفعاليات المعسكرات بقى خلال الفتره الماضيه؟ والله انا شايف ان احنا لحد دلوقتي ماشيين بشكل كويس جدا. شايف معسكر اسكندريه كان ناجح جدا، مشي بشكل كويس، اللعيبه كلها مشيت بشكل كويس وفي منافسه قويه بين كل اللعيبه في كل المراكز، ودي حاجه صعبه علينا احنا كجهاز ان انت تقدر تختار 11 لعيب من ضمن مثلا 25 او 27 او 30 لعيب، فهي منافسه قويه ولكن هي بتبقى حيره ايجابيه بالنسبه للجهاز يعني. انت واحد من العناصر طبعا يا كابتن المتواجده في فريق مصر المقاصه والقديمه في الجهاز، في مجموعه طبعا عناصر جديده، شايف اختلاف ما بين السنه اللي فاتت والسنه دي ولا الدنيا؟ والله بص يعني هو في طبعا ميدو جاي بروح جديده وجاي زي ما قلت لك عنده طموح كبير وراجل عنده خبرات كبيره، اكتسب خبرات الفترات اللي فاتت من الاماكن اللي هو مسك فيها، وراجل عنده خبرات خدها من بره وعنده دورات راح خدها من بره، فعنده افكار حلوه وجديده وعايز يلعب كوره بشكل حديث، كوره حديثه، واللعيبه يعني مبسوطه من التمرين. انواع تدريبيه مختلفه بتحصل في تمرين مصر المقاصه؟ اكيد اكيد يعني زي ما قلت لك ميدو عنده جديد، فالشكل التمرين يعني شكل التمرين متغير لا 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 خالص، شكل التمرين متغير واللعيبه حابه التمرين وبتتفاعل بشكل جيد جدا، فانا شايف ان الامور ماشيه كويس واهم حاجه بقى ان يعني يبقى يعني حلفنا التوفيق السنه دي ان شاء الله ونقدر نحقق حاجه، لان ده طموح نادي مصر المقاصه على طول زي ما انت عارف ان احنا لازم بيبقى لينا هدف ان احنا متواجدين سواء في المربع الذهبي. عندنا بطوله كاس مصر قريبه، احنا في دور الثمانيه. اسالك كابتن يعني ثلاث مباريات وممكن تبقى بطل من خلال ثلاث مباريات، الطموح بقى بالنسبه لكم وكلام ميدو والجهاز مع اللعيبه شكله ايه؟ طبعا يمكن ميدو اخذ البطوله دي قبل كده مع نادي الزمالك وعنده هدف ان هو ياخدها تاني مع نادي مصر المقاصه، خصوصا زي ما انت قلت احنا بنلعب في دور الثمانيه، انت يعني ربنا كرمك تكسب مباراه تلاقي نفسك في قبل النهائي. بالظبط بالظبط، فهي بطوله قصيره وقريبه، محتاجه بس ان الناس تشتغل بشكل كويس وينفذوا التعليمات اللي مطلوبه منهم ويأدوا بروح عاليه وربنا يوفقنا ان شاء الله. يعني ظروف نادي الزمالك شايفها ازاي من وجهه نظرك، وهل شايف ان في افضليه لنادي مصر المقاصه في المباراه دي بحكم عدم طبعا يعني حتى الان الاستقرار على جهاز فني؟ لا انت طبعا يعني بتلعب نادي الزمالك، طبعا نادي كبير، نادي كبير، نادي الزمالك عنده لعيبه كبار وما نقدرش نقول ان في افضليه يعني. هتبقى يعني انا شايف ان هي هتبقى الحظوظ متساويه. نادي الزمالك برضو عايز اقول لك ان هم
تقريبا ما ريحوش، فبالنسبه لهم ممكن تبقى الحاله البدنيه غير لما انت بتبقى بادئ فتره اعداد، فبتبقى طالع بالتدريج. ولكن يعني احنا شغالين بشكل كويس زي ما قلت لك، وعندنا طموح كبير ان احنا نحقق حاجه ونكمل في الادوار اللي جايه ان شاء الله. فريق مصر المقاصه في الساعات الماضيه فاجئ الجميع بانضمام صفقه عمرو مرعي، هل وارد خلال الساعات اللي جايه والايام اللي جايه نشوف صفقات تانية، ولا خلاص الجهاز استقر على المجموعه اللي موجوده؟ اعتقد ان ميدو مقتنع جدا بالمجموعه اللي موجوده، وشايف ان هو يعني من المحتمل ان صفقه عمرو تبقى اخر الصفقات، وهنقفل على نفسنا على كده وهنركز، لان المباراه قربت زي ما انت عارف. يعني شغالين عليها من فتره صفقه عمرو مرعي دي يا كابتن واضح؟ شغالين عليها بقالنا فتره، وميدو شغال مع كابتن وليد مع الناس المسؤوله في الاداره، وده نجاح كبير يحسب لهم يعني. بالتاكيد يا كابتن طبعا، يعني من وجهه نظرك بقى يا كابتن، اللي يحول وجهه الصفقه لنادي مصر للمقاصه اكيد ليها مقاومات، هل هي مقاومات ماديه فقط ولا قناعات من اللاعب بالناس اللي موجوده كجهاز فني واداره، ولا انت بتشوفها ازاي من وجهه نظرك، خاصه ان عمرو كان عنده اكتر من عرض؟ لا، بعتقد ان هي بتبقى قناعات من اللاعب برضو، لان هيبقى في عروض كتيره لعمرو زي ما انت قلت، هو مهاجم كبير فهيبقى في عروض كتيره، وهيبقى المقابل المادي هيبقى كبير برضو، ولكن انا شايف ان دي بتبقى قناعه اللاعب بالنادي اللي هو رايحه وبمجموعه اللعيبه اللي موجوده اللي تقدر تساعده ان هو يعمل حاجه كبيره. الموسم الجديد من وجهه نظرك كابتن احمد شايفه ازاي، والتدعيمات اللي تمت على مستوى الفرق بشكل عام، وتوقعاتك ليه بقى؟ انا شايف الموسم اللي جاي ده هيبقى صعب جدا، وهيبقى من اصعب المواسم، لان شايف كل الفرق دعمت بشكل كويس جدا. احنا متابعين التدعيمات اللي بتحصل في الفرق، واكيد انت متابع وعارف، فانا شايف ان الموسم هيبقى صعب جدا جدا. انا مش عايز اذكر اسماء انديه عشان ما انساش حد، بس لكن في حاجه، في انديه لفت نظرك اكيد. يعني انا لفت نظري مثلا نادي الاتحاد السكندري، شايف ان هو داعم بشكل كبير جدا، جاب مجموعه لعيبه كبار، ومعاه طبعا مدرب كبير كابتن طلعت يوسف، احنا اشتغلنا معاه هنا، فشايف ان هم ممكن يعملوا حاجه كويسه السنه دي. في نادي سموحه برضو بيدعم بشكل كبير، يعني دول الاثنين تقريبا اللي لافتين نظري قوي في موضوع التدعيمات، طبعا بخلاف طبعا النادي الاهلي والزمالك، يعني مش هنتكلم عليهم، وبيراميدز طبعا، يعني دول الامكانيه عندهم في التدعيمات بتبقى يعني اسهل من بقيه الانديه. طبعا يعني مباراة برضو في الكاس ما بين الأهلي وبيراميدز، شايفها ازاي من وجهة نظرك، وتعيين أيضا رئيس لجنة حكام جديد بقيادة الكابتن سمير عثمان؟ بتمنى له التوفيق طبعا كابتن سمير في مهمته اللي جاية إن شاء الله، وإن شاء الله يكون على قد عنصر مهم جدا، عنصر التحكيم طبعا طبعا طبعا، عنصر مهم جدا وعليه عامل كبير في نجاح اللعبة، فبتمنى له التوفيق إن شاء الله، ويبقى على قدر المسؤولية بإذن الله. و بالنسبه لماتش الاهلي وبيراميدز، طبعا مباراه قويه جدا وصعبه جدا، وصعب ان انت تتوقع النتائج. يعني يمكن نادي بيراميدز السنه اللي فاتت هو فرض نفسه على الساحه بشكل كبير بالتدعيمات اللي عملها باللي حصل الموسم اللي فات يعني، فانا شايف ان المباراه هتكون قويه جدا، وهيبقى يعني صعب ان انت تتنبأ مين اللي هيفوز. يعني تتمنى مين طيب، او انتوا كمصر المقاصه يعني؟ لا والله، شايفين كله زي بعض؟ بالنسبه لي كل المنافسين زي بعض، احنا بنشتغل على كل الناس زي بعضها، يمكن ده كلام ميدو للعيبه، انا يعني بحترم كل الناس، وبنشتغل شغلنا بالنسبه لاي منافس هو نفس الاهتمام ونفس الشغل. يعني ده اول تجربه او اول مواجهه لميدو امام الزمالك، اكيد بيتكلم معاك، وهو طبعا واحد من ابناء نادي الزمالك، وانت كمان طبعا طبعا. يمكن ميدو يعني راجل ابن نادي الزمالك وتربى في نادي الزمالك، فطبعا هي اكيد صعب عليه شويه ان هو اول مباراه ليه تبقى ضد نادي الزمالك، ولكن هو راجل زي ما انا قلت لك، هو راجل محترف، هو راجل بتاع شغل، شايف شغله بشكل كويس جدا، واكيد عايز ينجح يعني، فربنا يوفقه ان شاء الله ويوفقنا معاه باذن الله، ونقدر نعمل حاجه كويسه السنه دي ان شاء الله. كابتن احمد نورتنا بالتاكيد في تايم لايف، وبالتوفيق يا رب في المعسكر وفي اللي جاي ان شاء الله لفريق مصر المقاصه. ربنا يخليك يا شريف، متشكر جدا، وتحياتي ليك ولاسره البرنامج مره ثانيه. شكرا. الله، ده كان لقائنا مع الكابتن احمد حسام ومدرب فريق مصر المقاصه، ولو في اي استفسارات يا فتح الله. اشكرك يا شريف على ادائك المميز، يمكن انت ما سبتش من الاسئله اللي نقدر ناخدها مره ثانيه مع الكابتن احمد حسام، شكرا جزيلا ليك. احمد حسام في التدريب، واحمد حسام في الاداره الفنيه في مصر المقاصه، تدعيمات كتير عملها مصر المقاصه، عنده طموح الموسم القادم، طموح شبابي بشكل كبير جدا مع قياده كابتن اللي هو محمد عبد السلام، بالتاكيد اللي وفر لهم امكانيات كثيره جدا.